هون، فلتني روناك. لك أخ، روناك عم توجعني. خرسي، تركني بحالي، شو عم تعمل؟ سدي حلقك وخرسي، أنت لسه إلك عين تحكي كمان؟ لك أنا بيخطر على بالي إرميكي من هون أنت وأمك، عم تفهمي يا حقيرة؟ تركني بحالي. وطي لصوتك واسمعي، حاجة تصرخي وتقولي تركني، هذا الحكي ما رح يفيدك بشي. ها؟ كأنه هون في عالم عم يسمعوك ورح يجوا مشانك. اهدي شبك، وقعتيني بفخك وخسرتيني كل شي، وهلأ عم تقولي تركني. لك احكي كيف بدي اتركك هلأ؟ اجا وقت حسابك، طلعي فيني لشوف. يلا بعد عني. يا سلام، ولك انتي ما بتخجلي؟ شكله صار لازم غير معاملتي. خليك محلك، لا تلمسني. شو رح تعملي؟ رح تنادي لأمي؟ مجرد وجودك بزعجها هالمسكينة، أنا رح اضطر إني اتصرف معك. انتبه منيح ودير بالك مني، لأنك رح تشوف شغلات ما رح تعجبك هاي المرة. ولا تقرب مني أو تجرب تلمسني مرة تانية، ومثل ما تركتني من زمان لازم هلأ تتعود إنك تعيش بلاي وتنساني. متعودة اشرب الشاي كل يوم الصبح مع يوك، وهلا يوك مو معي، هو ببيته التاني. شو بدي اعمل؟ شو متمنية يجي يوك هلا ونشرب الشاي مع بعضنا؟ تعالي يا يوك، انا اشتقت لك. انت اجيت عن جد؟ لا، هذا خيالي. احيانا بيتغالص، بس هو الوحيد اللي بيقدر يضحكني. المهم انه هو هون فعلا واخيرا جنبي. وكيف سمحت لك جونجان؟ هلا هي راحت لتتحمم، يعني بدها لسه شي ثلث ساعه، فقلت بيجي لهون بتطمن عليه ولحتى اشرب الشاي معك. لنفترض انه جايته على المشفى مجرد صدفه، بس الصدف بتصير مرة واحدة مو كل مرة، معناها ما في شي عم يجيبه لعندي إلا الحب. أكيد يوك بحبني. بشو صف أنت؟ بقصتنا. بقصتنا؟ ها؟ بقصتنا؟ إيه، أنا قصدي إلك، مو قصدي، أنا قصدي يعني قصتنا، يعني أنا كان. هلأ قلي أنت كيف عرفت أني عملت شاي حتى أجيت لحالك؟ لأنك عنيدة وأنا صرت حافظ عنادك، على طول أنت بدك تشربيني شاي. على كل حال شكلنا أنا وأنت بلشنا نتعود على بعض. شو قصدك؟ يعني ما في داعي تفنجر عيونك بهي الطريقة. اليوم أنا لما فقت هنيك بالبيت الجديد حسيت أنه ناقصني أنت، استفدت لك كتير. هي هيك القصص بتصير، أنه الناس بتتعود على أشخاص مثل وقت نتعود على شيء، يعني الإنسان بيتعود هيك على السريع، ويمكن أنا هذا يلي صاير معي. كأنه بهذا الحكي عم تحاول تخبرني بطريقة غير مباشرة إنك اشتقت لي مثلا؟ لا لا، بس قصدي متعود كل يوم تكوني أول وحدة بشوفك. وقت ما عاد شفتك حسيت إنه في شي ناقص بحياتي. على كل حال أنا معتبر إنه نحن صرنا رفقات، وأنا بعرف إنه بصير الرفقات يشتاقوا لبعض بكتير أحيان، مو هيك؟ عادي يعني، مو قصة. يا لطيف، شو بتحبي تحكي أنتي؟ هلأ بيبرد الشاي ومنضلنا واقفين هيك عم نتجادل، ما حلوة. شو طالع حلو اليوم أنت يا يوك، بتجنن بكل معنى الكلمة. لو بتضل تحكي بهالطريقة أي بنت ما بتعرفك رح تحبك،
لإمتى رح ضل ماسكة أعصابي أنا؟ عن جد أنا كتير بحبك يوك. شاي؟ إيه رح صب لك شاي، تفضل عود. أنا ما كان قصدي أخذ فنجانك، بس كنت عم دوق إذا أطيب وأنت ما خلصت الشاي فقلت باخذ شفة من فنجانك. لا تزعل مني لأني شربتهم كلهم، هلأ بصب لك مرة تانية. لا تزعل مني، عن جد حقك علي. ما في مشكلة. نسيت مفاتيحي عندك، لهيك رجعت. وهي فطورك حبيبي جاهز، بتمنى انه يعجبك. اشرب الشاي وانا دقيقة وجاية. ما عم أفهم شو معنى اللي صار هنيك. كهاني ليش شربت من فنجان الشاي تبعي؟ أنا قلت لها أنه نحن رفقات، بس هي شو بتعتبرني؟ بدي أعرف شو عم تفكر. هلأ عرفت شو صاير لك يا كهاني. لازم تتقبلي مشاعرك اللي عم تحسيها تجاهه. هاي المشاعر أكبر بكتير من صداقة، هذا الشيء واضح. لشوف كيف رح أتصرف بالقصة. طيب فكري فيها، لما يوق ما بيكون موجود قدامي ضل أنا عم فكر فيه كل الوقت، ولما بيكون قدامي ما بقدر شيل عيني من عنه، وإذا تأخر شي مرة بعصب عليه فورا. هذا اسمه لا لا لا، أنا بس تعودت عليه مو أكتر من هيك. الحب ما بيكون هيك، الحب بيكون كيف بيكون؟ أنا بحق لي روح وأسألها، هي رفيقتي، أنا لازم أعرف رفيقتي بشو عم تفكر تجاهي. وهي أنا هلأ صرت جاهزة، يعني وقت الحساب جاي، لهيك حضري حالك يا كهاني للحساب اللي بتستاهليه. أنا لازم أعرف شو السر اللي بينك وبين زوجي، رح أقدر أفضحه وأعرف كل شي. حضري حالك منيح يا حبيبة قلبي، بدي بس تعطيني يومين وأنا رح خلي دموعك ما تنشف من القهر، وصريخك رح ينسمع لآخر الدنيا. هذا وعد مني لإلك. السحرة خافت لما شافتني
والحية ماتت لما لسعتني. حاسة حالي رح جن من التفكير. لك صايرة عم وقف قدام المراية وحاكي حالي واشرب الشاي من فنجان يونغ. لا لا، أنا أكيد رح جن. أنا شو يلي عم يصير معي هالفترة؟ لازم أعرف طبيعة هالإحساس اللي جواتي. صحيح هذا حقي ورح أخذ حقي بإيدي، بس كيف هيك؟ أنا كيف بدي أعرف شو طبيعة إحساسي تجاه يوغ بالحقيقة؟ بقصد يعني هذا شو، حب ولا بس إعجاب؟ أنا كيف بدي أعرف؟ جونجان، طلبي من دولي تعملنا أكل، رح خلص الاجتماع وأجي فورا. يوغ رايح على الاجتماع وبس، ما هيك؟ تعالي معي إذا بدك وشوفي. شو بدي أعمل إذا ضلت معي؟ شو هالمشكلة هي؟ لا أنا مصدقتك، بس شي مرة يمكن أجي لعندك وشوف. كيف هيك؟ ليك كهاني حلفت إنه ما رح ترجع على هداك البيت وتروح منه بمجرد ما يتعافى بابا وتحسنت صحته. هي ما راحت، خلص هي مستحيل تترك هداك البيت، ورح ورجيك شو رح ساوي فيها بوقتها ورح تشوف كيف رح يكون تعاملك معه. رح انترك بعد الاجتماع. حطي لي هالملف بغرفتنا. بصراحة أنا بوثق فيك يوغ، بس ما عندي ثقة بكهاني أبداً. لو شو ما صار أنا رح ضلني عم راقبك يا يوغ. هاي جونجان. ألو دولي، معلش تحضري لنا أكل إلي وليوغ وأنا رح أمرق وآخده. إيه حاضر حبيبتي. فيني أسألك؟ تحسنت الأمور بينك وبين الأستاذ يوغ؟ ايه طبعاً تحسنت وكتير. ممتاز هالشي. ايه لكان يلا شدولنا همتكم وجيبولنا شي ولد صغير حلو كتير يفرح البيت، هذا أفضل حل مع الرجال. وقتك هاني حركاتك كلها ما عاد تتأثر عليه، وقتها بتريحي حالك من مشاكلها وراح تصيري أم بتجنن. صدقيني هاد أحلى إحساس بالدنيا. بعد شوفي، مستحيل وقتا يقدر حدا يسرق جوزك منك. طيب حاش حكي، جهزي الأكل لشوف. طيب ماشي، ما حدا بيحب يسمع الحقيقة أبدا. دولي شو يلي عم تعملي؟ شو هالبطئ يلي بتشتغلي فيه؟ دولي شو بدنا نعمل هلأ؟ إمتى منخلص؟ بس بقيلي شوي، جونجان اتصلت فيني كمان وقال بدها تجي تاخد الأكل. بس يا حسرة، شو الفايدة من هالشي؟ سيد يوغ بياكل هون نص الأكل والباقي عند كاهاني. معقول هذا الشيء؟ بيصير هيك؟ لا، منيح إنه جونجان جاي تاخد الأكل، هيك يوغ ما بيضطر يجي لهون أبداً وما بيعود يروح على مطبخ الرقاصة كاهاني. يلا كملي طبخ بسرعة. أنا آسفة، بس إذا عندت كاهاني عجية سيد يوغ وعودته ما حدا بيقدر يوقف ضده. وأنت يا ريت تلتزمي حدودك وما عاد تحكي بهالقصة، وما في داعي تشغلي حالك بهالحكي نهائي. لا أنا من حرصي عم بحكي وعم أقول اللي صاير، وهذا مو كلامي أنا، هذا كلام الجيران. شو الكلام؟ هن عم يقولوا إنه كهاني المسيطرة وما حدا بيوقف بوشها. ما عرفت كيف بدي طالع من البيت. أنا شو بدي أعمل معها؟ رح تخرب بيتنا هي البنت. تعرفي شغلة؟ لو أنا مكانك كنت حطيت لها السم بالأكل والشرب تبعها، وحتى بروح بقتلها وهي نايمة. دولي شو هالحكي اللي عم تقولي؟ شو منحول حالنا لمجرمين إذا هي رافضة تطلع من بيتنا؟ شو هالجمعة هي؟ خير فيني أعرف على شو مجتمعين؟ انتو ما بتعملوا شي أبداً، حاطين سيرة هالمخلوقة وقاعدين كل الوقت
طمنوا، البنت رح تترك لكم كل البيت لكم انتوا وتسافر. ايه يا ست ساروش ويا مدام روبا، لازم تضلوا كل الوقت مشغولين وملتهيين، بلكي بتدمر لكم هالبيت وبتوقع حيطانه عليكم. ايه امي انا رايحة. يا لطيف على هيك نسوان، قديش بتحبوا اللعي. في معهم حق، هالرجال عقلهم صغير، اذا السيد يوك سمع كلامه وقتها ما عاد حدا بيقدر يطالعها من هون ابدا. انت يلي بتموني على الكل هون يا ستي، ولازم تتصرفي. لازم اعمل لي شي شغله. انت ليش عم تتدخلي وليه؟ انا ليش واقفه عم بسمعك اصلا تضربي؟ ما في حدا حابب يسمع الحقيقه، حتى انت. لازم كمل شغلي. اشتريت لها تليفون لأطمن عليها وما بترد علي. شو أنا سكرتيرتها لرد على تليفوناتها؟ يو؟ من ساعة عم اتصل فيكي، وين كنتي؟ وانت ليش لحتى تتصل يا سيد يوغ؟ حتى ما عاد فيك تصبر لو ساعة بدون ما تتصل وتحاكيها للبنت الرقاصة؟ امي انا بس عم اتصل لأطمن عليكم انه ما في مشكلة جديدة. ليش انت مو حافظة انه ما بتقدر تعيش بلا مشاكل وبتضل عاملة حالة بريئة واخدة دور المظلومة؟ صورتك يلي معلقينا مو موجودة على الحيط يا أبي، ما بعرف لوين راحت. شو؟ لوين راحت؟ شو بده يعرفني؟ آخر همي لوين إجت وراحت. أول ما ترجع رح أخذ منها صورتك. أنت حضرتك هلأ مع جونجان، فهمني ليش قلقان عليها. دير بالك على مرتك وانتبه على حالك، ولا عاد تتصل بكهاني. حاضر ماما، بتصل فيكي بعدين. مرة بتشرب الشاي بفنجاني ومرة تانية بتاخد صورتي وبتروح. ما عم افهم شو اللي عم يصير معك يا كهاني. القدر كاتب عليك انه يكون روناك ابوك، بس لا تخاف ابدا، رح ضل واقفة جنبك على طول وأحميك منيح. يا رب أعطيني القوة لوقف جنبه وأعطيه حب الأم وحماية الأب لابني. أنت سامعني صح؟ بس كيف رح يسمعك يا مرت أخي؟ روبا ألف مبروك، هالخبر كتير حلو بفرح، رح يصير عندك ولد. انتي قلتي لحدا؟ أنا رح خبرهم لما بلاقي الوقت مناسب. بس انتي ليش لتخبي عن الكل؟ رح يفرحوا كتير إذا عرفوا، يعني بيفرحوا لك أكيد، وبلكي بيكون هالولد صلة خير بينك وبين روناك بعد هالفترة الطويلة اللي مضت. ما هيك مرت أخي؟ هي أول مرة بسمع الدواء من المرض بذات نفسه يا كهاني. كل شي صار بيناتنا كان بسببك، وهلأ جاي لعندي تصلح الأمور. يا كهاني اللي ما عنده عيلة صعب كتير إنه يعرف قيمتها. ايه أكيد معك حق، وإنتي بتعرفي كتير منيح تهتمي بعيلتك، وأنا صح ربيت بلا أهل وما صح اللي قربة بجو عيلة، لهيك أنا بعرف قيمتها منيح. يعني إذا أنت محابة إنك تخبري حدا أنا بوعدك إني ما أقول شي، بس
إذا عرفوا هالخبر أكيد رح يفرحوا كتير، رح يتعبى هالبيت كله فرح. نحن بيتنا انتحس من وقت يلي أنت إجيتي عليه، ما حدا فرحان يا كهاني، بس أنت فرحانة. بس يجيني هاد الولد بإرقصي على قد الفرحة، وأنا مستعدة أعطيكي شو ما بدك. رح أرقص مرت أخي، أكيد رح أرقص، بس ما بدي منك ولا شيء، بالعكس رح حبه لابنك ورح أدعي له كتير. ديري بالك على حالك، أنا رايحة هلأ عن إذنك. مرحبا، انت بتعرفه صح؟ ما بعرف شو سميه بس بينادويوك. انا بدي منك تخبرني اذا بحس تجاهي اي مشاعر او اعجاب. ايه اختي، انت ليه عم تعطي معلومات ناقصة وما عم تحكي كل شيء؟ خبري كل الحقيقة، خبري انك بتكوني كتير مبسوطة بالعيشة معه حتى لو كان معصب، وخبري انك بتضلي قلقانة عليه، عطول بتحكي لي عنه وسيرته دائما على لسانك. صح راني، يعني هاي كل شي قالته راني صحيح وصادق كمان. وكمان في شغلة تانية ما قلتها، انه حياتي صارت احلى بكتير من لما يوج اخده لقلبي. بس وين القصة انه عائلته على طول بيعملوا لي مشاكل؟ معلش بتحمل هذا أحسن من رأسي بالشوارع واسمع كلام من يلي بيسوى ويلي ما بيسوى، فهي أريح لي. هداك اليوم ساويت الأكل حجة كرمال أقعد أنا وياه. يوب كل الوقت دائماً معصب ومزعوج، بس دائماً بشوفه جنبي، لهيك أنا على طول بضل حيرانة كتير. وكمان ماني فهمانة، معقول أنا تعلقت بيوب بسبب المواقف كلها يلي صارت بيناتنا؟ لا لا، مستحيل كون عم حبه. معقول طمعانة فيه؟ لا يا أختي، أنت مانك طمعانة راني، بس عم اتأكد من هالشغلة. أوه شوفوا هالبنت اللي جاية شو حلوة. أهلا وسهلا بحبيبة القلب، مو معقول شو طالعة حلوة، حتى وانت قلبي بوزك. الظاهر ان عميته وما بقى شفته منيح بعيونكم، اخي بيعرف يتعامل مع اشكالكم لهيك رح خليه هو يربيكم. هاي بتكون اخت مين؟ اخت يوغ براتاب راجبوت. يوغ براتاب راجبوت؟ وهذا نفسه يلي تجوز رقاصة؟ ايه هو بذاته. تعالي يا حلوه، لوين رايحه؟ لك شو بدكم مني؟ بدي اسالك سؤال، في هي مرت اخوكي الجديده، هي نفس الرقاصه، معقول ما علمتك كم رقصة حلوين تهزي خصرك فيهن؟ ليكي لقلك، شو رأيك تعلمينا شي رقصة؟ أو أي شي تاني؟ فهماني علي؟ قديش عم تقبضي مصاري؟ لا تستحي. لا تقرب علي. أوه إيديها كتير ناعمين. شو هالشال الحلو هاد؟ من وين جايبتي؟ هاي شو عم تساوي يا واطين؟ ومين هي كمان؟ لك هي بتكون أمه ليوك. أوه يعني هي بتكون حماتها للرقاصة، معناها رح يصير قدامنا عرض رقص تاني ببلاش، وهلأ رح نشوف رقصة للمعلمة الكبيرة. شو رأيكم يا شباب؟ آه يلا خالي لا تخجلي، رقصيلنا شوي، هزي خصرك خلي هالشباب يفرحوا. لك هي ختيارة ما رح تقدر ترقص، بدك خصرة يهزلك. أنا بعلمها ما في مشكلة. تكرم رح فرجيك الرقص. ايه تفضلي على الساحة. ايه مو على عيني. آه.
مجنونة. حقير، إذا أهلك أنت وياه ما ربوكن منيح فأنا اليوم رح ربيكن. بدكن رأس لسه؟ يخرب بيتكن، زعران عم يتحرشوا بالبنت ولا واحد فيكن فتح تمه؟ حاش تبكي بكفي، لا تبكي، كنت ضربيهم مثل ما ضربتهم. عمتي كل هذا اللي عم يصير فينا بسبب كهاني الحقيرة اللي موجودة عنا بالبيت. عمتي عملي أي شي لحتى تنقلها عن البيت. كنت حطيت لها السم بالأكل والشرب تبعها، وحتى بروح بقتلها وهي نايمة. خلص يا حبيبتي، خلص بكي، اهدي وخلينا نروح من هون. يلا لوين راحت كهاني؟ لو سمحت، شفت هالبنت شي؟ ايه شفتها، كانت مرة عم ترقص قدام سوبر ماركت ببيع شاي، بس كنت وقتها مستعجل وما قدرت اتفرج عليها ومتع نظري، بس المشكلة فيني اني حبيتها من اول نظرة. بعدين للأسف عرفت انها تجوزت لانه اجا جوزها وشافها عم ترقص. ضب لسانك بلا ما اسحبه، هاي بتكون مرتي. يعني الكل عرف وقتها اني زوجها لكهاني. انا بقول لك اختي مو مقتنعه بكلامي ومو مصدقه انه هي حدا مانو طماع ابدا، بس عشقانه، صح؟ عن جد معها حق، انا بمشكله كبيره وانت الوحيد قدران تساعدني وتعطيني الحل، لهيك بدي منك تخبرني. بس خبرني في حال كتبت يوغ من نصيبي بالايام يلي جايه، واذا كان من اسمتي، يا ترى شو هي مشاعري تجاه يوغ؟ مشاعر حب ولا انانيه؟ ليكي هذا صهري. مين قلتي؟ تفضل، هي عصايتك. وآسفة كتير، أول شي فكرتك يوغ، صار لك شي أخدك على المشفى؟ قوم عطيني إيدك. شكراً أختي، صحيح أنت خربطتي بس أنت أنقذتي حياتي، ممنونك من كل قلبي، بتشكرك. العفو منك. ظاهر أنه الأستاذ يوغ حدا غالي عليك كتير، وإلا ما كنتي خاطرتي لحتى تنقذي من الموت. إيه صح، يوغ أغلى شي بحياتك، مثل ما قلت هي بتحبه كتير أكتر من حالها. راني شو عم تخبصي؟ لو سمحتي لا تقولي عن حالك طماعة لأنك بتحبي. راني الطماع هو الأناني اللي ما بيفكر غير بحاله وبس، ما بيفكر ينقذ شخص من الموت. لو كنتي أنانية كنتي بس ناديتي من بعيد عليه ونبهتيه إنه يدير باله من الطريق، بس أنتي رحتي وقفتي قدام السيارة وبدون ما تسألي على حياتك. ليكي أنا ما بعرفك، بس يلي بعرفه منيح إنه هذا هو الحب الحقيقي. لا تستبعدي الحياة، تجمعكم من جديد وتخليكم من نصيب بعض كمان، بس أنت اعترفي له بمشاعرك تجاهه والقدر رح يعطيكي كل خير. حبيبتي اسمعي مني، لازم تخبري الحقيقة. يلا بقى يلا. عن جد شكراً كتير إلك عمو، شكراً. راحت تقول له Yeah.
لا تستبعدي الحياة، تجمعكم من جديد، بس انت اعترفي له بمشاعرك تجاهه. لوين راحت كهاني؟ ماني عارفان وين دور عليها. جونجان؟ انت بالمكتب؟ لا لا انا برا، انا برا. شو عم تساوي برا؟ اليوم حبيت، ايه صح، شفت محل عم يبيع حلق، يعني فكرت اني اجيب لك شي هدية من عنده. ماشي يلا باي. لو سمحت بدي اشوف الحلق. مفاجأة. جونجان جاي لهون لحالي؟ شبك؟ رح تضلك عم تتفرج علي ولا رح تلبسني الحلق الجديد اللي جبت لي اياه؟ ايه يلا رح اشلح هاد لك. لبسني. شو رأيك حلو؟ انت نقيته اكيد حلو. هاي اول هدية بتجيب لي اياها بعد يوم زواجنا، رح ضل لابستها لو ضلينا 20 سنة. بتشكرك من كل قلبي. بدك تقلي شي؟ يوغ انت بتحبني صح؟ شو هالسؤال هاد؟ جاوبني وبس، انت بتحبني؟ ايه بحبك. طب اللي قديش؟ كتير. يعني كتير شوي او كتير كتير هالقد؟ شو عم نلعب جونجان؟ لا اكيد ما عم نلعب. يلا قلي قديش بتحبني؟ قلتلك كتير. بس بدي تثبتلي هالشي. سألني كيف؟ كيف؟ بدي تقلي بحبك 3 مرات وبكل صوت عالي قدام الكل ليسمعوا انك بتحبني. كيف؟ مستحيل. ليه؟ لا رح تقولها. شو هالسخافة جونجان؟ يوغ ما قلت انك انت بتحبني؟ ايه قلت. معناها بدك تقولها 3 مرات. يلا قول 3 مرات بصوت عالي وقدام الناس كلها. ماشي اتفقنا، انا جاهزة. انا بحبك. بس مو بهاي البرادة، قولا بطريقة احلى يوغ. حكيها بصوت عالي كتير وقولا بكل حب. انا بحبك. قولا من جوات قلبك، خلي كل العالم يسمع شو عم بتقلي. أنا كتير بحبك. بس قولها مرتين. صرنا فرجة للناس. شو يعني؟ ليه متوتر؟ نحن ما عم نسرق ولا عم ننهب. مرتين وبكل صوت عالي. أنا كتير بحبك. يا ويلي ما أحلاك. يلا ضل مرة، آخر مرة، كرمالي. أنا كتير بحبك. شكراً 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 وأنا بحبك. وأنا كمان بحبك. بس انت اعترفي له بمشاعرك تجاهه. كهاني من الصبح عم دور عليكي. كهاني شوفي انت عم تبكي. لا ابدا، هو بس دخلت برغشه بعيني وحرقتني مو اكتر. انا بخير. شو صاير؟ ليش كنت عم تدور علي؟ ايه صح، كنت حابب اسالك سؤال واحد. يمكن مو من حقي اسال هيك سؤال، بس بدي اعرف، بتمنى انك تجاوبي بصراحه. هداك اليوم ليش شربتي الشاي من فنجاني؟ قصدي انا بعرف ليش انت بقياني لهذا اليوم عنا بالبيت.
كرمال تدوري على أبوك وأمك، لهيك أخذتي مني الشيء الخاص فيني وحطيتيه بين شعرك. يا ترى وقت أنه لما كنتي عم تحطيه ما حسيتي بأي شيء؟ بشو بدي حس؟ ما حسيتي بشي؟ قصدي أنت فهماني شو بدي أسألك؟ شو قلت للاغونجان من شوي؟ سمعتي شو قلت؟ مفكر بس أنا، الناس كلها سمعت يلي قلت لها يا كان من قلبك؟ ليش في اختبار؟ أو شي قالي مشان نتأكد إذا من جوات القلب أو إذا مجرد حكي عم ينقال للشخص يلي معنا؟ القصة مو كتير صعبة يا يو، بقدر أعرف هالشي بلحظة، مثل من شوي لما عرفت إنك بتحبها لغونجا. بس المشكلة إنك ما رح تعرف أبداً إنه كهاني بتحبك. كهاني؟ بشو شردتي؟ احكي لي، في جواتك مشاعر لإلي أكتر من علاقة الرفقة؟ اسمعني يوك، لا تبالغ بأهميتك لحالك، قصدي لهالدرجة واثق بحالك أنت؟ بعترف أنك حدا مرتب وأحياناً بتكون جذاب، وبالأخص لما تضحك، بس يعني ما أنك الشخص المناسب لدرجة أني أحبه. بس ليش أنت شربتي الشاي من فنجاني؟ كان كتير طيب، خبرتك أني سويت شاي كتير طيب يوميتها، ومتعودة أشرب الشاي من لما كنت صغيرة. أنا بحب شرب الشاي كتير، يمكن بشربه من فنجان أي حدا قدامي. لا تنسى الرقصات متعودين على هالشي، فلا تفكر حالك إنك مميز عندي. دائماً عم يصير بيناتنا سوء تفاهم من لما عرفتك. طيب ليش أخدتي صورتي من البيت؟ صورتك؟ انكسر الإزاز تبعها، لهيك قلت بغير لها الإزاز قبل ما يشوف حدا من عائلتك ويعملوا لي قصة طويلة عريضة ويساوي لي مشكلة. بس عم تحكي الحقيقة؟ لكن شو عم قول؟ لوين رح تفكيرك؟ مفكرني بدي ساوي نسخة عن صورتك واحتفظ فيها لحالي؟ أو بدي حطها قدامي وارقص لها؟ هذا بصير بالقصص سيد يوك، مو بحياة كهاني. عن إذنك كهاني، هذا لإلك. لازم كل هداياك تكون لغونجان. كمان الرفقة في إلهم حق. هذا إلك ولزوجك، حطيت لكم فيه العدس والرز والخبز وكل شيء. رح اشتري الحلو، أنا رايحة على الطريق. ليك شو؟ اليوم بتضيف الكل من الحلو، عم تفهمي؟ أنا اليوم كتير فرحانة. ايه فرحينا معك. لأنه يوق اليوم قال لي بحبك 3 مرات قدام العالم. كتير حلوة هالخبرية. يلا أنا لازم أروح. خير؟ شو صاير؟ ليش وشكم مصفر من الرعبة؟ ما في شي حبيبتي، بس برا شوب والجو خنقة لهيك تعبنا كتير. عمتي ليه بدك تخبي اللي صار؟ أنا وإنتي ما قلنا أي ذنب. وينو روناك؟ آه روناك وينك؟ إيه ليكني جاية. شبكي شو صار لك؟ ليه عم تبكي؟ اسمعوني منيح، خصوصاً أنت يا أخي اللي لازم ترجع لي حقي. تعرضوا لي كم واحد أزعر لما كنت راجعة من السوق لعند عمتي.
سحبوا شالي وصاروا يتحرشوا فيني ويسمعوني حكي منيح. هن كانوا عم يسمعوني كلام قليل أدب ووسخ، وأنت المسؤول الوحيد عن هي الفضيحة يلي صارت. كهاني دخلت على حياتنا وعلى بيتنا بسببك أنت. شكراً كتير إلك، بتشكرك. لا تقولي هيك جوهي. الأخ بيحمي أخته من أذى الناس كلها، أما أنا أخواتي الشباب أعطوا مجال لكل الناس ليساووني مسخرة وين ما رحت بالشوارع. يا عيب الشوم عليكم. جوهي فعلاً لما بتوقع البقرة بيكتروا دباحينا، وأنت ليش اسمك أخ إذا مو قادران تحميها؟ أنت أخ؟ بسببك أنت شرف أختك صار بالأرض. إيه؟ شايفة بعينك؟ هاي البداية حبيبتي. ست جونجان، اسمحي لي أقول شي قبل ما تطلع من هون. يلي اسمها كهاني ما رح يصير أي خير بهاد البيت، لهيك أنا ما رح وزع حلو اليوم قبل ما يروح من هون هاد شر اللي على شكل رقاصة. مرت عمي، أنا رح أحكي ليوك عن المشاكل اللي عم بتصير بهذا البيت بسبب هاي البنت كهاني. جونجان، ما في داعي تخبريوك بأي شيء. بعرف إنه يلي صار معك ما بينسكت عليه، بس إذا عرف رح يفكر يلي صار بسببه ورح ينزعج وهو ماله ذنب. أنا بعرفه كتير منيح ليوك، يلي جاب هالمشكلة بالأصل لهون هو يلي لازم ينزعج وينسم بدنه. شايف الكل عم يلومني على كل شي عم يصير بهالبيت، فلازم سوي شي خلي الكل يلوم يوك واطلع أنا مثل الشعرة من العجين. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.